يا مساء الخيرات، تعالوا النهارده اقول لكم جبت ايه مشتريات. يعني نعمل كده انبوكسنج، نعمل كده دلع. وبما اننا على التيك توك بقيتوا بتدلعوني فلازم ادلعكم، فيلا بينا اوريكم مشترياتي من ميني سو. اول حاجه بحبها وما اقدرش استغنى عنها وبجيبها دايما من ميني سو، وهي القطن بتاع تنظيف البشره، سواء تنظيف الميك اب او احط السيروم دي، احط بيت سيروم او التونر. بجيب دايما الميني تيشو او اللي هي المناديل الحلوه الصغننه بتاعه الشنطه دي، لان بيكون حجمها صغنن كده تقدري تحطيها حتى في الشنطه الكروس بتاعتك بتبقى. اما بقى اكسسوار الشعر، انا بحب قوي حاجات الشعر، سواء التوت، الكلابسات، الدبابيس، الفرش اللي كانت عندي قبل كده القديمه دي الصغننه دي، هتلاقيها دي عشان اوريكم بس كم مره اجيب منه. شوفوا الكيوت دي، كمان دي بحطها في الشنطه لو رايحه اي مكان شاليه. وعندي دي كبيره بقى، دي كمان اخدتها برضو من مينيسو، فمن اكتر الحاجات اللي بحبها. فجبت دي لقيت شكل جديد، والحاجات اللي فيها رفنطعه كده وكبيره قلت ايه اقضي بيها الصيف ده في مصر. وكمان الحاجات اللي مجرباها اكتر من مره وبيبقى سعرها في العروض حلو جدا، ديفيوزر صح، ريد ديفيوزر، بيبقى اللي هي الازايز اللي بيبقى فيها الستكس اللي بتطلع العطور. جبت النوعين دول، سعر الواحد 2.5. وعشان تتاكدي ازاي تعرفي ريحه الكرتونه او ريحه البوتل اللي جوه اللي هي بتبقى عامله كده دي وفيها الستكس، بتبقى حلوه من هنا. بتفتحي دي كده اهي شايفين، وتشميها هي على العود اهي شايفين، تفتحي من هنا كده وتشميها. دي شويه قويه وعلى العود، هاخدهم بقى. مجموعه باربي عندهم كورنر للباربي يجنن، في كل حاجه، مجات، دفاتر، اقلام، يس 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 اهو شايفين، بحبهم قوي. القلم بنص النار، حاجات باربي كلها مكتوب عليها باربي شايفين، هدلع نفسي شويه. وشاور كاب، ماسك شعري هتبقى شكلك حلو برده ومدلع نفسك، بالنار وربع. فاسعار رائعه واشكال حلوه بتفرحي بيها. دي جوزي طلب مني حاجات صغننه الرفيعه دي، مفكات كده، بس بحاجات مختلفه بمقاسات مختلفه، بيعمل بيهم النضاره ساعات اللي هي عارفين المسامير الصغننه اللي بتبقى في النضاره كان فيها مسمار صغنطط، فبتلاقوا اشكال من المفكات بتتركب على القاعده بتاعته نفسها. عايزه اقول لكم دي كلها كده بدينار. حاجه ما بستغناش عنها برضو بحبها جدا بتاعه تنظيف الاسنان اللي اسمها دنتال فلوسر، دي خطيره. ده مش بس غسيل الاسنان كفايه لتنظيف الاسنان، لان الفرشه مش بتنزل الحاجات اللي جوه بين الاسنان وبين الضروس من جوه، فدي تك 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 بتنظف. بحب الورس جدا برضو الصغير بتاعه، دايما بيبقى في شنطتي، بتبقى زي ما انتم شايفين كده الكيس فيه حوالي 8 اكياس، 1 2 3 لا 10، وكل كيس فيهم فيه 10 وايبس بدنار ونص، بتبقى حلوه جدا للشنطه. ده شكله لو انتوا عايزين تشوفوا شكله اهو، فرشه البلاط، فرشه الحمام او ليفه للحمام او للشاور، ليفه الشاور مش ليفه الحمام، ليفه الشاور دي 950 فلس بدينار، يعني يعتبر دينار الا 50، بتوصل للاماكن اللي فاهمين اللي ما تقدريش حد يساعدك فيها في التنظيف. بس هي من اكتر الحاجات اللي استعملتها وكررتها كتير، وهو الالوفيرا غسول الوجه. ده بصراحه مش جايباه ليه، انا جايبه الاثنين لرشروش لاني هي حبيته جدا واستعملته اكتر من مره. بيرطب بشرتها جدا، وهي بشرتها مختلطه جافه، يعني هي جافه في بعض حتت وحتت تانية. قلم حواجب ده هنعمل له فيديو لوحده، فهجربه واقول لكم رايي فيه وبصراحه. اوكي، ده قلم للحواجب، والدرجه اللي انا جبتها يا رب تطلع درجه كويسه، دارك براون. ده غطا للنضاره بنص النار، عندهم اشكال والوان، في الاسود والكحلي والبني، انا حبيت الروز جولد عشان احط فيه نظاره القرايه بتاعتي. هلبس نظاره للقراءه، عجوز بقى، عجوزه العجوزه لازم تلبس نظاره. انا لوحدي وحبيت ادلع سيارتي كمان عشان بحب ادلع كل الناس، دلعت جوزي، دلعت حمامي، دلعت شقتي، ودلع سيارتي. اشمعنى يعني السياره؟
حبيبتي اللي بتوديني في كل حته وبتستحمل قرفي وسواقتي وكل حاجه. جبت واحده ليا واحده لزوجي اللي هي اللي بتبقى عطور كده بتتفتح من هنا بتفتحيها وبتعمل عطر في الثلاجه في الثلاجه في الصيف. ممكن احطها ممكن على فكره تحطها جوه الدواليب بتعمل ريحه حلوه جوه الجزمات جزمات الجزمه الشرابات تفتحيها وتحطيها بتهيالي احسن من انك تحطيها في السياره في الحر لانها هتسيح. مش عارفه ليه جات لي الفكره دي دلوقتي. بس كده دي كانت كل مشترياتي من ميني سو، يا رب تكون عجبتكم.